بيناتكم كانت مناسبة طيبة. شكرا نقول الرياضة دائما تجمع، الرياضة دائما هي الصراحة اللي نحاول بها نقرب النفوس ونحاول نجمعوا ما فرقت في السياسة. نشكر الجميع خصوصا اتحاد العمال وشركة اتحاد العمال وشركة الزبيتينا كلهم حضور من الشركات، ولا يسعنا في هذه المناسبة إلا أن نتمنى أن تتكرر مثل هذه المناسبات، لأن حقيقة ونحن نمر بهذا الضيق وهذا الطنك المعيشي نحاول نخرج أنفسنا صراحة بمثل هذه المناسبات الطيبة اللي فعلا يعني تبعدنا عن أي إشكاليات أخرى وأي تجذبات، وهذا اللي نتمناه حقيقة، وهذا دائما هو دور الرياضة في كل مسألات. نسأل الله إن شاء الله أن يوفقنا جميعا، وحقيقة عارف قد يكون ما فيش راك الدعم الكبير من الشركات والظروف، لكن أتمنى اتحاد عمال النفط أنا دائما مثل هذه المناسبات يبرمجها مسبقا، مش حتى قد يكونوا في الصورة ونكتبوا الدعم. أنا زي ما تعرفوا اليوم اجتمعنا في طرابلس، غدا نجتمع في أي منطقة في المنطقة الشرقية في الجنوب، وهذا شأن الرياضة دائما. نسأل الله التوفيق للجميع، كما نحيي بكم الدبلوماسيين هنايا والفلبينيين الموجودين هنايا مع رابطة المتقاعدين على مستوى ليبيا، رابطة المتقاعدين على مستوى قطاع النفط، وكل الشركات الحاضرة، وإن شاء الله ربك يسهلنا أمورنا، ونسأل الله إن شاء الله يعمل الفرج على ليبيا كلها إن شاء الله. آمين. بارك الله فيكم ومجهودكم، وزي ما كنت قال السيد تونس أن التنافس الرياضي كلكم فايزين، لأن المناسبة هذه الغرض منها هي تشجيع القلوب وتطبيق النفوس، مهما كان التنافس الرياضي دائما يجمع ولا يفرق. بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.